رسالة في كلمتين، وزي ما انت بتنتظرني كل يوم انا بكون سعيد وانت بتسمعني عشان نجدد الحماس جواك، نشدك ونقولك واصل وكمل. الطريق ليك وحدك، امشي وهيترسم تحتيك، دوس بخطويك وسيبك من ناس حواليك، دور جواك على قيمتك، خليك فخور بنفسك بناسك بإحساسك، ما تشغلش بالك بالمقللين. افتكر انت مشيت قد ايه ووصلت لفين، تعبت سنين، افتكر كويس انت هتكون فين وهم فين، انت مين وهم مين. انت بتكتب نجاحك بعد تعب وبتواصل مسيرتك وسط شوك، وهم بيحاولوا يشدوك ويعطلوك ويحبطوك، دوس عليهم وكمل فوقيهم. انت جربت توصل وهم ماشيين على غبار رحلتك، كمل يا بطل وسيدنا النبي بيعلمك. في غزوة احد لما المسلمين اتهزموا، ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا جبريل ونزل على سيدنا النبي قرآن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. فسيدنا النبي قال لجيش المسلمين يلا بينا هنمشي ورا جيش الكفار، قوموا يلا احنا هنكمل الرحلة. المسلمين كانوا بيتعجبوا، يا سيدنا النبي احنا جيش متكسر ومهزومين هنمشي ورا الكفار؟ سيدنا النبي بيعلمك ويبث فيك الثقة في النفس، وبيقولك ان بعد كل انكسار هيجي اعظم نجاح، وبعد كل تجربة صعبة في حياتك بتتعرض ليها هتكون اعظم نجاحات. انت بترسم قصة نجاحك، لازم يكون جواك قصة نجاح تتحكي. سيدنا النبي قدوتك ومعلمك وبيعلمك عشان يوم ما تتحط في تجربة صعبة توكل على الله سبحانه وتعالى، واعرف ان مع العسر يسرا، والصعب هيجي بعد السهل، بس اهم حاجة انك تواصل الرحلة. سعيد وانت دايما بتسمعني، ويا رب دايما كده على الخير متجمعين. ما تنساش تسمع رسائلنا اللي فاتت، وكل يوم رسالة جديدة هنشدك هنخليك تكمل، هتواصل الرحلة، وبإذن الله في يوم من الأيام هتوصل. افتكر كده، المستعد للشيء يكفيه أضعف أسبابه، يكفيك أضعف سبب للنجاح جواك، يكفيك ثقتك سعيك إصرارك محاولتك، وانت فاكر ربنا دايما معاك، الباب مفتوح قدامك، خبط وخش، كمل وواصل، اسعى وهتوصل. افتكر اللحظات الصعبة بتعدي، اهم حاجة ان يكون جواك قصة نجاح تتحكي عشان اهلك.